الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء شهد اليوم الاول مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر حيث اكد في كلمته خلال المؤتمر ان الدوله تتحرك لمواجهه العوز والفقر عبر توليد القدره من الموارد المتاحه واوضح الرئيس السيسي ان تكلفه التغيير كانت باهظه وتفوق قدرات الدوله مشيرا الى انه يجب التعاون والتكاتف معا كدوله وشعب في مواجهه التحديات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أن عقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 جاء إدراكاً من القيادة السياسية في مصر لأهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيه كافة الأطراف واضاف مدبولي ان المؤتمر الاقتصادي ياتي في خضم ازمه عالميه لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالميه الثانيه ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطه الطريق الاقتصاديه للدوله خلال الفترات المقبله واقتراح سياسات وتدابير واضحه تسهم في زياده تنافسيه ومرونه الاقتصاد المصري كما سيشهد المؤتمر الاعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعه والمصدرين لتحقيق المستهدفات القوميه قدم وزير المال البريطاني السابق ريشي سونك ترشحه لرئاسة الوزراء عشية إغلاق باب المشاركة في الانتخابات داخل حزب المحافظين وأكد سونك أن ترشح أو ترشحه لمنصب رئيس الوزراء لإصلاح الاقتصاد وتقديم المساعدة لبريطانيا مشيرا إلى أن بلاده تواجه أزمة اقتصادية عميقة من جانبه أعلن بوريت جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق انسحابه من السباق لصالح وحدة حزب المحافظين على حد قوله عبر صندوق النقد الدولي عن تشاؤمه ازاء وضع الاقتصادات الاوروبيه هذا العام والعام المقبل وقال الصندوق في توقعاته الاقليميه ان الافاق الاوروبيه تراجعت بشكل كبير فيما يخص معدلات النمو وحذر صندوق النقد من ان احد ابرز المخاطر على المدى القصير هو اضطراب امدادات الطاقه والذي يمكن ان يؤدي الى نقص في الغاز وصعوبات اقتصاديه اعمق أطلقت سفينة حربية كوريه جنوبيه عيارات تحذيريه باتجاه سفينه كوريه شماليه بعدما اشتبهت بتجاوزها الحدود البحريه المتنازع عليها بين البلدين وتصاعد التوتر في الاسابيع الاخيره مع قيام كوريا الشماليه بعمليات اطلاق صواريخ وقصف مدفعي اثارت استفزاز كوريا الجنوبيه واليابان واثارت قلق حلفائهما الغربيين نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل